أسعد الله صباحكم بكل خير، موجز لأهم الأنباء من قناة الجسر الفضائية، حياكم الله. أعلنت حركتا أحرار الشام وبيان التابعتان للثوار سقوط قتلى وجرحى بينهم ضباط روس وعناصر للنظام في منطقة سيدي صنوبر جبل بريف اللاذقية يوم الأحد الماضي جراء نسف عناصرهما اجتماعا لهم بسيارة ملغمة. وفي جبل التركمان قصف الثوار بقذائف الهاون معاقل النظام في قريتي الدرة والصراف في حين دارت اشتباكات بين الطرفين على محور البيضاء. استشهد 10 مدنيين وجرح 24 آخرون في مدينة أريحة بريف إدلب بمجزرة ارتكبها طيران العدوان الروسي جراء قصفه سوقا شعبية داخل المدينة بالصواريخ الفراغية. هذا وطالت الغارات الروسية مدينة جسر الشغور ما أسفر عن سقوط جرحى، في حين قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية قرية بدامة وحرش عابدين. شن الطيران الحربي غارة على بلدة أوريم الكبرى بريف حلب الغربي فيما تمكنت قوات النظام من استعادة السيطرة على منطقة رسم النفل بالريف الجنوبي بعد اشتباكات مع تنظيم الدولة، بينما دمر عناصر التنظيم الدبابتين وقتلوا عددا من قوات النظام خلال محاولتهم التقدم باتجاه برج الزعرور شمال خلاصر. من جهة أخرى قصفت المدفعية التركية مواقع الميليشيات الكردية بعدة قرى بريف مدينة عفرين بريف الشمالي. دارت اشتباكات بين تنظيم الدولة وقوات النظام في حي الصناعة بمدينة دير الزور وسط غارات لطيران العدوان الروسي على الأحياء المحررة، كما دارت اشتباكات أخرى بين الطرفين على جبهات المطار العسكري بالتزامن مع قصف لطيران العدوان الروسي على محيطه. وطال قصف مماثل بلدة البوليل في الريف الشرقي ما أسفر عن سقوط شهيدين وجرح آخرين. سقط شهيدان وجرح آخرون بقصف مدفعي لقوات النظام على مدينة قلعة المضيق بريف حماة الغربي، كما تعرضت بلدة كفرنبودة لقصف مماثل. وفي السياق أيضا شن الطيران الحربي غارات على محيط مدينة كفرزيتا ومدينة اللطامنة ما أسفر عن سقوط جرحى مدنيين. استشهد طفل وأصيب آخرون بغارة للطيران الحربي على مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي، في حين استهدفت قوات النظام منطقة الحولة بقذائف الدبابات. وفي الريف الشرقي أغار طيران العدوان الروسي على محيط ناحية مهين ومدينة القريتين وسط اشتباكات بين تنظيم الدولة وقوات النظام في المنطقة. نهاية الموجز بأمان الله.